السلام عليكم اخواتي اخواني، اليوم ان شاء الله غادي يكون الدرس ديالنا على ارتيكلز. هاد جوج كلمات ولا حريفات صغيورين ولكن الاهميه ديالهم كبيره. بون، هادي اي اند اي ان، لاكو تشوفوه هنايا في العنوان اي اند اي ان. هادو من كيسبقوا لي الكلمه كيبينوني كيعطيوني معلومات على ديك الكلمه. اول حاجه انها مفرده تساوي واحد، يعني بيان سور من مفرده يعني انها سينجولار، و اون ميم طون تحسب يعني countable. okay so يعني إذا كان عندي مثلا في الامتحان او الواجب خصني نعمر ب ا او ان، فخصني نحترم هاد الشروط. يعني خصني الكلمه اللي غادي نعمر قبلها ب ا او ان خصها تكون singular وتكون تحسب وتكون غير معروفه، اوكي، وغير معرفه، لان للتعريف كنستعملوا ال دي تي اش او. من بعد ان شاء الله غادي نقراوهم. اوكي سو بقات دابا غير فوقاش نستعمل ا وفوقاش نستعمل ان. القاعده والشرح بسيط جدا، يعني يقدر اي واحد يجاوب عليها. a child هما لي زيكزامبل اللي كاتبه. a child a pen an orange an ant، طفل قلم برتقاله ونمله. اوكي فاذا قلت a child ما احسن نقول a child or an child، انا هي احسن في النطق. A pen or an pen. Okay, bien sûr, a pen. An pen, not good. An orange or orange. An orange or orange. بحال شي واحد كيجيفك و تتعرض للاختناق. Orange. No, an orange is good. An ant or ant. Ant. اوكي سو هنا من طريقه النطق غادي تلاحظوا باللي ان القاعده اللي خصني نمشي عليها باش نحط ا ولا ان هي نحترم النطق pronunciation. يعني ما غاديش ندير ان مع كلمه اللي غادي تبديلي consonant، وما غاديش ندير ا مع كلمه اللي غادي تبديلي vowel. اوكي احنا كنا هضرنا على الالفابيت وقلنا بلي اننا نقسموا لقسمين كونسونانت و فاولز. فالقاعده هي اللي غادي نخرج بها هي ان ا بلاس كونسونانت، الكونسونانت هما جميع الحروف تقريبا بي سي دي الى اخره، و ان بلاس فاولز. فاولز عندنا غير خمسه. اوكي سو غادي نقول مثلا باد سرير، كات قطه، دوغ كلب الى اخره. ان avocado, an English teacher, an ice cream, an octopus, an umbrella and so on. يعني هاد الخمسة اللي نعقل عليهم كيجيوني مع ان. كما عندنا بالعربية اذا التقى ساكنان فحذفها سبق، هنا كيتلاقاو ليش الكونسونت مع الكونسونت كيدابزو، وفاول مع فاول ما كيتفاهموش، دايما خصني نفرق بيناتهم. اوكي سو هذه القاعدة السهلة والبسيطة ديال فوقاش نستعمل ا وفوقاش نستعمل ان. غادي تسوليني دابا وهذاك الزر المضروب تما اشنو محله من الاعراب. فهاد الزر المضروب او ناثينغ او زيرو ارتيكل كنستعملوه فاش ما خصنيش نستعمل الحاله اللي ما خصنيش نستعمل فيها ا او ان، وفوقاش ما غاديش نستعمل ا او ان. احنا قلنا باللي ا او ان تساوي واحد، مادام تساوي لي واحد فما غاديش نستعملها مع الكلمه الجامع. اوكي سو مثلا بنز، هاي عندي بان جود. اوكي لان قلم واحد، مي بنز بالاس يعني كلمه جمع، ما غاديش نقول بنز واحد اقلام. اوكي تشيلدرن، تشايلد مزيان، تشايلد يعني طفل مزيان، مي ما غاديش نقول تشيلدرن واحد اطفال، و children راها جمع تكسير يعني جمع غير عادي irregular plural، يعني ما غاديش نجي وندير تما article. فباش غادي نبين للاستاذ مين غادي يعطيني يعمر ب a ولا ان ولا zero article، فاش غادي نبين للاستاذ باش بلي تما راها ما غادي تجي لا ا ان، ما بيان سور ما غاديش نخلي الفراغ، ما غاديش نخلي بلاصه خاويه. الا خليت بلاصه خاويه فالاستاذ هو اللي غادي يعمر لي داك الساعه بزيرو. اوكي فقبل ما يعمر لي الاستاذ بزيرو ويحسبني بلي ما عرفتش نجاوب، نحط تما زيرو مضروب، يعني دليل على ان تما ما نستعمل لا ا لا ان، زيرو ارتيكل. اوكي نرجعو ثاني للقاعده نقراوها كامله. ا بلاس كونسونانت ان بلاس فاول ان زيرو ارتيكل بلاس بلورال، يعني ما نستعمل لها هادي وهادي، ما نستعملهمش الا كان عندي كلمه
في الجامع، لأن المعنى ديالهم هو تساوي واحد. clear I hope it's clear. now let's practice. هنا عندي مجموعة ديال الكلمات، فغادي نحاولوا أننا نعمرو بـ أ و أن و زيرو article nothing. okay normally تقدر تلقى هكا كلمات في الواجب أو في الامتحان، مي تقدر تلقى جمل I have مثلا I have book I have or I don't have Arabic book. سواء انت تكمل ب A ولا A N ولا المجموعة الفارغة ديك zero article. now غادي قبل ما تجاوب القاعدة راه الفوق الاكزرسيس راه من التحت، وغادي تحاول انك دير بوز للفيديو تجاوب عاد تشوف الاجوبة ديالك واش صحيح واعطي لا نوت لراسك. now النصيحة اللي ننصحكم قبل ما تبدي تجاوب بهذا النوع ديال الاكزرسايزز، غادي اول حاجة ماشي غادي نشوف بداية الجملة الا شفت ولا بداية الكلمة اللي مور فراغ بيان سور، ماشي غادي نشوف البداية، ما عندي ما ندير في البداية في الاول، اول حاجة هي غادي نشوف التالي ديال الكلمة واش مفرد ولا جمع. الا كان جمع اوتوماتيكمون بدون تفكير غادي ندير زيرو ارتيكل، الا كان مفرد داك الساعات نمشي للدوبي ديال الكلمة وغادي نشوف عاد واش بدالي بكونسونانت ندير ا ولا بدالي بفاول ندير ان. غادي ديروا بوز وغادي تجاوبوا وغادي ترجعوا تشوفوا الاجوبة. اوكي ناو ليتس انسر. قلنا ان كلمة بوك كلمة مفردة ما كملتليش بالاس، وهي من الكلمات التي تحسب، يعني كنقول وان بوك تو بوكس الى اخره، وهنا في هذه الحالة جات مفردة بدون اس وما جاتش من الريجولار بلولرز اللي مثلا الجمع ديالهم ما كياخدش الاس كيتشونجا كومبليتمون، سو نتاكد ان هذه المعلومات كاملة كاينة في الكلمة. بون دابا عاد المرحلة الثانية هي انني نمشي نشوف الكلمة باش بدات لي، بدات لي ب، والقاعده انها تقول لي الا كانت الكلمه كتبدي لي بكونسونانت فغادي نستعمل ا، فغادي نجي هنا قبل الكلمه وغادي نحط ا بوك ا بوك نوت ان بوك. اوكي ونجربها في النطق ونشوف ارابيك بوك، انا اكسبري درت لك دي ارابيك بوك قبل كلمه بوك وعاودت لك كلمه بوك باش غادي نشوفو هنايا منين غادي يدخل لي لاجيكتيف اللي غادي يوصف لي الحاجه الكلمه. هذا ماشي شغلي انايا في هاد الادجكتيف اللي راني انا راني كنهضر على ناون على بوك. اوكي سو انا ما غاديش نشوف ارابيك واش مفرد هضر ادجكتيف ما غاديش ياخذ لي الاس، غادي نمشي نشوف الكلمه واش فيها الاس ولا لا. بون هنايا ما عنديش الاس في الكلمه ديالي بوك، دابا حتى كملت هاد المرحله ديال نتاكد لو كان كانت عندي ارابيك بوكس بالاس غادي ندير زيرو، ما غاديش نشوف ارابيك نشوف بوكس. اوكي مادام عندي ارابيك بوك غير سينجلر غادي على داك الساعه ما غاديش نشوف تانيك البدايه ديال بوك، غادي نمشي نشوف الكلمه اللي غادي بدات لي مور فراغ لان هي هذه اللي غادي نطقها، ما غاديش نطق هذه بوك غادي نطق ارابيك. سو ما يمكنش الا تلصق مع الا، كلمه بدات لي بفاول سو ما يمكنش الا تلصق مع الا، غادي هنا نقسم الزقه بديك الان غادي تولي لي ان ارابيك ان ارابيك بوك ماشي ارابيك ان ارابيك بوك. سو شوز حذاء، والحذاء كيمشي بيرز يعني بزوج. اوكي حذاء وباس يعني جامع كلمه تحسب راها ديجا بالاس يعني تحسب فيها واحد وفيها جوج وفيها ثلاثه، وان فوا تحسب يعني اوتوماتيكمون مادام جامع فيها الاس زيرو ارتيكل بدون مناقشه لان او ان تساوي لي واحد. اج سينجلر كلمه مفرده ما فيهاش الاس في الاخير، المرحله الثانيه هي نشوف باش بدات لي، بدات لي او او من الفاولز يعني غادي ندير ا ان النق النق. اوكي بيضه كار اوكي كار سياره كملت لي ما كملتليش بالاس ماشي هذا ماشي جمع الريجولر تو كلمه تحسب كاينه سياره سيارات الى اخره. دابا عاد غادي نشوف باش بدات لي، بدات لي بالسي كونسونانت سو غادي نجي وندير ا كار نوت ان كار ا كار ا كار نوت ان كار. اوكي مان تريكي هنايا مان بالمفرد كتكون بالا ومين بالاو جمع. اوكي هذا ريغولار بلورال دوك ان شاء الله نحاولوا نديروهم واحد الحصه. سو مان بالا مفرد يعني امان، ولكن من بالاو يعني رجال في هذه الحاله راها جمع اوتوماتيكمون جمع ما يجيش مع ا او ان، فغادي ندير زيرو ارتيكل.
بلو ماركر كالر، هذا ادجكتيف كالر، وغادي عندي مورها الماركر اللي هو هذا الماركر، راها كتكون مكتوبه فيه اغلبيه الكلمات، يعني تقدروا تحصلوا عليهم غير بهذا البرودكت اللي قلت لكم اونتو ريبينا، يعني هو ماركر. هنايا عندي ماركر سينجلر ما فيهش الاس في الاخير. دابا عاد نمشي للمرحله اللي مور الفراغ، يعني الحرف اللي مور الفراغ بي، يعني كونسونانت غادي نعمر بفاول. بلو ماركر، بلو ماركر، اوكي. ولكن حتى نتاكد لان الناون اللي عندي اللي راني نهضر عليه ماشي شغلي في بلو ولا بلاك ولا باورينج ولا ماشي شغلي في الكالر، انا اللي يهمني هو الكلمه اللي راني كنهضر عليها هي ماركر، وماركر عندي مفرده. توث، another example of a regular plural هما توث، سن اسنان، I brush my teeth، I have a toothache، توث، اوكي. توث بدبل او، دبل او، هنايا عندي مفرده وبدات لي بالتي، يعني غادي نقول a tooth، a tooth. و teeth بدبل اي، اوكي. هنا جمع، مادام جمع ما غاديش نشوف باش بدات، جمع اوتوماتيكمون زيرو، زيرو ارتيكل، اوكي. سو هذا هو هذه هي الاجوبه ديال الاكزرسيس. تقدروا تقولوا لي شكون اللي جاب كل شيء صحيح وشكون اللي غلط، وفاش غلط تقدروا تقولهم لي في الكومنتس باش نشوف فراك واصلين في تطور. اوكي. And as usual we have some exceptions. الاكسبشنز ديالنا اليوم هما an hour، an hour. غادي تقولوا لي قلتي لنا باللي ان الكلمه اللي بدات بكونسون غادي نسبق لها ا. اوكي، هنا في هذه الحاله انا هي هذه اور، ساعه، ما قريتهاش هاور، ما قريتهاش هاور. لو كان كنت قريتها هاور غادي نقول هاور، قريتها اور، الاش ما تقراتش، سايلنت ان فويسد اتش، اوكي، ما تقراتش الاس الاتش. سو اور، هنا فاش غادي نقرا غادي نقول ان اور، ان اور جو. ان اونست بيرسون، شخص نزيه، ان اونست بيرسون. انا هنا فاش قريت ما قريتش هونست، لو كان قريت هونست غادي داك الساعه ندير هونست بيرسون، ولكن انا دابا قريتها ان اونست، اونست نزيه، اونست، اونست بيرسون. سو غادي نقول ان اونست بيرسون. العكس ديال هادو يعني ولا الحالات العاديه اللي كتكون فيهم اش كتنطق اش، فغادي ندير ا. A home, a house, a horse, and so on. Another exception is the U. U. هنا uniform البدلة الرسمية اللي كتكون تاع المدرسة أو ديال شي مكان، شركة إلى آخره. Uniform, uniform. أنا فاش قريتها ما قريتهاش أ، أ كيما راها يعني عادة كتقرا، قريتها يو، يو، قريتها كحرف يونيفورم. ففاش غادي نقراها ما غاديش غادي نقول ان يونيفورم، ان يونيفورم، غادي تشقيله في النطق، فغادي نقول يونيفورم، يونيفورم. يونيفرسيتي، يونيفرسيتي، يونيفرسيتي الجامعه، يونيفرسيتي ستودنت فور اكزامبل، يونيفرسيتي ستودنت، فغادي نقراها غادي نقول يونيفرسيتي ماشي ان يونيفرسيتي. هادو غير حالات خاصه، يعني اغلبيه حنا كنركزوا على العاديين فهاد السبيشال كيسز، فهاد لاج ولا فهاد الفتره ديال البيجنرز ما كنديروش هاد، غير باش تاخدوهم في بالكم يعني كمعلومه اضافيه، والا صدفاتك ما تحصلش. هنا دي سيم ثينك، يعني هادي الحالات العاديه فاش تقرات تقرات ا. انامبريلا، انامبريلا، المظله، انامبريلا، ان انكل، ان انكل، ان انكل، ان انكل، ماشي قلت يون، يونكل اور يومبريلا، اوكي. ان امبريلا، ان انكل، اوكي. سو هادو جاست سبيشال كيسز. كان هذا هو الدرس ديالنا لهذا اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في درس اخر باذن الله. الى اللقاء.